على الهاتف سيادة اللواء طيار محمد أبو بكر خبير العسكري. سيادة اللواء، إيه ميزة هذه الطائرات؟ طبعاً الأمريكان مش سعداء أبداً بهذه الصفقة، وبيقولوا إن مصر بتنفق أموال في أماكن يعني أو في طائرات ليس لها لزوم، لأن مصر لديها يعني سلاح جوي كبير ولديها طائرات كافية، وبالتالي هذه الطائرات ليس لها لزوم للسلاح الجوي المصري. مساء الخير يا فندم. مساء النور. الكلام ده كلام مش مظبوط. الطائرة دي طائرة عظيمة. الطائرة دي اسمها طائرة جميع المهام، مش متعددة المهام، لا، دي جميع المهام. دي طائرة استطلاع واشتباكات جوية وطائرة استطلاع وضرب أهداف أرضية والمعاونة البحرية. ودي حضرتك عشان تكوني في الصورة، إنها المدى بتاعها 3700 كيلو متر، يعني تقدر توصل لعمق العدو للضرب والرجوع. ودي كانت مشكلتنا ايام حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، وانا كنت واحد من المشاركين فيها في 21. كنا احنا بنقابل مصاعب الميج 21، ان دي كانت بتروح مسافه صغيره وترجع، وابقى انا في وضع حرج ان انا استمر في الجو لمده طويله. اما الطائره الفرنسيه دي، عايز اقول لحضرتك ان هذه الطائره بتقدر تضرب، تتتبع 40 هدف في الجو، وتضرب 8 صواريخ دفعة واحدة مرة واحدة. يعني ممكن اسمها طائرة السيطرة الجوية. فإزاي يقولوا هذا الكلام؟ دي طائرة عظيمة جدا، ودي حاجة عظيمة إن القوات الجوية المصرية تمتلك مثل هذه الطائرة. طيب، لكن إذا كانت الطائرة بكل هذه الإمكانات، ليه مصر يعني ليه ما كانش في صفقات أخرى؟ ودي تعتبر أول صفقة للرافال الفرنسية، مصر تكون أول دولة تحصل عليها في قواتها المسلحة. هل نتيجة مثلا مشاكل في التسويق، ولا يعني إيه السبب في إنه هي ليست موجودة في دول أخرى؟ احنا فندم عايزين نطور سلاحنا الجوي. احنا عندنا المراج 2000 وعندنا طرازات تانية، لكن احنا بنبص الحاجات اللي هي المستوى الاكبر. دي اسمها طائرة السيطرة الجوية، يعني وجود طائرتين او 4 طائرات في الجو في الحرب، نعتبر سيطرنا على المنطقة بالكامل بتاعت الاشتباكات. تخيلي حضرتك ان مجرد تشكيل من الطيارة دي، النوع ده بالذات اسمه طائرة السيطرة، احنا كده بقفل المنطقة الجوية اللي أنا فيها. الطيارات دي بتعمل مناورة، مفيش حد يقدر يطلع معايا ولا يعمل معايا حاجة خالص. فدي طائرة أنا بعتبرها عظمة لسلاح القوات الجوية. سلاح القوات الجوية احنا عندنا نسور جو عظماء مفيش زيهم في العالم بصراحة كده، بصراحة. قلنا ان احنا عندنا طائرة دي حاجة عظيمة لينا. السلاح الجوي المصري فيه ايه؟ يعني دلوقتي بقى فيه رافال وفي ميراج، وطبعا كان فيه الاباتشي. في ايه انواع الطائرات الموجودة؟ في F-16. F-16 اللي قامت بهذه الطائرات. F-16 اللي قامت النهاردة ادت علقة للمجرمين القتلة بتوع داعش، المجرمين، عشان اوريكي عظمة الطائرة نسور الجو المصريين. بس بعد اذن حضرتك انا عايز اقدم التعازي الاول بعد اذن حضرتك لاهالي الشهداء، اولادنا واخواتنا اللي حصل لاولادهم دول اللي هم اولادنا احنا. وعايز اقول ان احنا طلعنا لقنا المجرمين دول في عقر دارهم. وبرضه عايز اضيف نقطه مهمه جدا للي تشككوا، يقول لك ان احنا يمكن رحنا ضربنا اي حاجه ولا ما عملناش اصابات جامده. لا، انا سالت دلوقتي عرفت ان احنا حللنا شرايط الضرب. اتفرجي على المعسكرات بتاعتهم، متفرتكه متهدمه، ادينا لهم علقه مش هيعرفوا يصحوا منها ان شاء الله. قواتنا الجويه وقواتنا المسلحه لا يمكن كانت تسكت ابدا على اللي كان حصل ده، لا يمكن. بشكرك سياده اللواء طيار محمد ابو بكر الخبير العسكري.